إلى شعبي العراقي العظيم، إلى أخواني وأخواتي والأبطال اللي قدموا أرواحهم وما زالوا يقدموا كل ما يملكوا، وأعز شيء هو الروح. أنا قلت أنه في الفترة من بداية التظاهرات قلت أنه إحنا ما ننتظر أنه يعوضوا الشهيد اللي يروح، لأنه هو ما شاف أي شيء في حياته، فبالتالي شو فائدة هذا التعويض اللي يعتقدوه أنه راح يفيد. الحقيقة الشباب كانوا يبحثوا عن أمل، ولما شافوا أنه الأمل كل الساسة بكل الأحزاب الدينية اللي إجت من 2003 لليوم راكبة موجة الدين والعمائم الملونة كلها، جاءوا على أمل أن يكون الواقع أحسن مما كان عليه قبل 2003. لكن كثرة الفساد والسرقة اللي صارت بالعراق اللي فاقت كل تصور ممكن إنسان يتخيله، وضعت الشباب في موقف أنه عليهم أن يأخذوا حقهم بنفسهم. إحنا ما نطالب بالفوضى، لكنه هذا المحصلة الطبيعية اللي أخذها الشاب العراقي على عاتقه وخرج إلى الشارع وخرج ليقول كلمته وليضحي ويقدم جسده. هناك إطلاقات أصيبت في الرأس من قبل قناصين إيرانيين، مسكوهم الشعب العراقي وعاقبوهم كما يجب على متظاهرين بعز عنفوانهم وغضبهم. أنا أعتقد هذا درس لإيران ودرس لأمريكا، وعليهم أن يغادروا العراق بكل تبعاتهم وبكل أحزابهم وميليشياتهم، لأن الشعب العراقي اليوم لن يعود إلى مرحلة قبل المظاهرات هذه الأخيرة. اليوم هناك مرحلة جديدة يكتبها الشعب العراقي ويسطرها بدم. مئات من الشباب الآن ذهبوا إلى السماء، أرواحهم خرجت إلى السماء من أجل مستقبل العراق. لذلك لن يقبل أي عراقي اليوم أن يعود العراق إلى ما كان عليه قبل هذه التظاهرات.